هاي الارقام هلا هذا اللي عملناه المره الماضيه اللي طلب منكم تعملوه المره الماضيه. جيت اشتغلت معكم بالعكس، اخفيت عنكم كل الكلام اللي حكيناه، وجيت قلت لكم هي في عندي كرنت عم بيمشي في لود. هذا الكرنت لما يجينا اطلعنا عليه عم باخذ هو 220 فولت من السبلاي 50 هرتز في نون لينير لود، والنون لينير لود سحب هذا الكرنت. شو شكل الكرنت؟ مش هيك السؤال اللي سالتكم اياه؟ جيت قلت لكم طلعوا لي شو شكل الكرنت، اذا انا عرفت الهارمونكس تبعته والزوايا تبعته، شو الكرنت الاصلي اصلا؟ حسبنا منه الباور فاكتور وحلينا المساله. هلا جينا قلنا طب انا حابب اعرف شكل هذا الكرنت شو هو. للاسف انا لما اعطيتكم المره الماضيه اظن اني غلطت في واحده من الزوايا كانت غلط. هلا هاي مثلا بعثها طارق، هاي كل اللي عاملينه هون احنا اخذناهم كلهم عملنا جنريشن لكل ساينوسويد، فهذا الفاندمنتال. جينا هون على الفاندمنتال طلعنا عليه من هون، هي حطينا 18.4 اللي هي طبعا ار ام اس ما استدرك فيه. هلا هو الاحسن كان ما يحطها زي هيك، كان الاحسن يضربها من هون مباشره بجدر التنين. ما في شيء غلط، الرقم بيطلع صحيح، بس حتى افهم بالضبط انا عمالي بقول انه ساينوسويدال سيجنال هذا الامبليتود تبعها، اللي بقرا هون بفكر انه 18.4 اذا ما انتبه انه في سكوير روت اوف 2 مضروبه فيها بعدين. اوكي، انا بس بحكي من ناحيه دقه يعني جود براكتس. وهي الزاويه هي الفريكونسي لازم تنحط بالراديان، فهو منبهك انها لازم تكون بالراديان بير سكند، فضربها في 2 باي 2 باي 50 مضبوط. وهون بعدين الزاويه حط الزاويه هون حولها من ديجريز لراديانس، فحط الناقص 16.5 في باي على 180. في باي على 180 شو بتحول؟ تحول من ديجريز لراديان. ايوه مصعب ايش بدك؟ وهون ضربنا بجذر التنين. هلا هذا اتس نوت فيري جود براكتس، الاحسن اني اضرب جذر التنين جوا. اما لو انه طالع من عندي هون فاندمنتال، طالع معي بيك من هون وقسمت على جذر التنين هون طلع ار ام اس مضبوط، بس هيك هاي شوي مسليدنج. هي صحيح الرقم صحيح بيطلع، ونفس الشيء عملنا بالثاني. هي هذا 150 الثالث، فالزاويه هون تبعته هي لاحظوا هون الفريكونسي تبعته راح تصير 2 باي في 150. كان ممكن نحط برضه 2 في باي في 50 في 3 عشان ناكد، اللي بيفتحها عشان يشوف انه عمالي بحكي عن ثيرد هارمونيك. والزاويه هيها 150، هذه انا اعطيتكم اياها غلط، هيها 150 مظبطه هون 150 درجه بلس 150 درجه. فانا هون اللي عمالي بقوله انا عارف انا في عندي ويف فورم، عارف الكومبوننتس تبعتها وعارف الزوايا تبعتها، كل واحد اعطيته زاويته على في ساين وكوساين، بس انا عارف انه فيها هاف ويف سيمتري، فما حطيتش اصلا من البدايه الايفن هارمونيكس، ما حطيت السكند او فورث او سكس. جمعنا كل هذول المفروض ايش يطلع معي هون هلا؟ نفس الويف فورم اللي كنا نطلع عليه قبل شوي. هون السامبلينج بالاوسيلوسكوب مهم لانه شكل الويف فورم بيطلع غريب اذا ما حطيت جود سامبلينج. هلا انا اظن نزلت السامبلينج هون ل 10 مايكرو سكند يمكن. ما سويته. هلا تطلع شكل الويف فورم هاي شو بتشبه؟ لا لا هي المشكلة انه انا وقفت عند ال 13 صار مارك. اوكي؟ وهاي ايش لازم تكون احنا من معرفتنا؟ هلا اذا بدي اتخلص من القطع الصغيرة هاي اللي هون ايش لازم اعمل؟ بدك تزيد، بدك تروح على 15 و17 و19 و49، اذا رحت بتكمل بدها ترجع معك. فعملنا ريكونستراكشن للسيجنال من هارمونكس تبعتها. يعني كان بامكاني بدل ما ابعث السيجنال او ابعث لك السيجنال اقول لك هاي السيجنال مكونه من فاندمنتال له هذا الامبليتيود وهاي الزاويه، ثيرد له هاي الامبليتيود وهاي الزاويه، وبتقدر انت تعمل مره ثانيه تعمل ريكونستراكشن للسيجنال من الهارمونكس تبعتها اللي هو بين معنا هون. اذا طلعنا الان على السيجنال مع الهارمونكس تبعتها هاي بتشوفوا طبعا هي لاحظوا هي شوف هي السيجنال هون وهي الهارمونيك الاول، الهارمونيك الاول ساينوسويد اوكي، والهارمونيك الثالث والخامس، وطبعا بصغر الامبليتيود تبعهم مع الوقت. بس هذول شوفوا كيف ترتبوا، كل واحد اجى له امبليتيود، ومش بس امبليتيود وله فمكانه على التايم دومين لازم يكون كمان مظبوط عن طريق الزاويه الفيس شيفت. ظبطنا الفيس شيفت، صفطنا الامبليتيود، لما جمعنا كل هدول بدوا يشكلوا هذا الشكل اللي موجود هون. لو بدي ارتبه اكثر بدي بس ازيد عدد الهارمونكس، بدي اروح ل 25 او 49 عاده مقبول.